كثير هي الإنجازات اللي عم نشوفها على أرض الواقع يلي عم تكون بأيدي شباب سوريين من خلال مؤسسات وجمعيات أهلية عم يحاولوا قدر المستطاع إعادة أعمار هاي البلد، تقديم الخدمات لأجيال المستقبل يلي رح تبني أكثر وأكثر ونشوف يمكن بلدنا بحلة جميلة جدا. أكيد طبعا، وأحد هاي المؤسسات هي هزار، مؤسسة المحبة السورية طبعا المعنية بإعادة الأعمار. نحن نعرف أنه هذا الملف ملف ضخم جدا، والمؤسسات الحكومية عم تحاول تعيد الحياة إلى بعض المدن والقرى يلي دمرت بسبب الإرهاب طبعا، وهذا الأمر ليس بالسهل في ظل وجود عقوبات اقتصادية كبيرة طبعا. اليوم نحن بحاجة إلى رديف إلى هي المؤسسات، وطبعا المجتمع المدني والمؤسسات الموجودة المدنية ويلي عم تحاول أكيد تحط هاي الجهود وبكوادرها وأيضا بيد بيد مع المؤسسات الحكومية. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع طبعا مع ضيوفنا اللي صاروا معنا باستوديو دامسكو طبعا، ضيوفنا وهم عمر ظاهر طبعا وهو عضو مجلس أمناء مؤسسة المحبة السورية، وأيضا السيد مجد طرابلسي وهو المدير التنفيذي لمؤسسة المحبة السورية اللي صاروا معنا طبعا داخل استوديو دامسكو. يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. يسعد لي اوقاتكم. يسعد اوقاتكم. يعطيكم الف عافيه. يمكن شفنا بالفتره الماضيه الكثير من النشاطات. خلينا اول شيء عمر بدايه من عندك نحكي اكثر عن المؤسسه، نعرف فيها اكثر، ايمتى انطلقت وشو هي ابرز النشاطات اللي قمتوا فيها؟ يسعد اوقاتكم. نحن مؤسسه المحبه السوريه مؤسسة مشهرة حديثاً، تاريخ الإشهار 14/11/2023، رقم الإشهار 2475. هلأ نحن بالبداية مؤسسة محلية أهلية غير ربحية. من أهداف المؤسسة دعم المشاريع الصغيرة ومشاريع متناهية الصغر، إعادة الأعمار في كافة المحافظات على أراضي الجمهورية العربية السورية، تأمين الحماية المجتمعية لكافة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى دعم المنظومات الطبية والتعليمية. اليوم لما بنحكي عن موضوع إعادة الإعمار بشكل عام، نحن بنحكي عن شيء ضخم جدا. الجمعيات الموجودة طبعا على الأرض هي موجودة لتقدم مساعدات غذائية عينية، شيء سريع طبعا وسهل عليها طالما هي غير مؤسسات غير ربحية تعتمد على موضوع التبرعات اللي بتجي مثلا. اليوم ليه اخترتوا ملف إعادة الإعمار وهو ملف ضخم جدا؟ هلا طبعا احنا عندنا ملف إعادة الإعمار هو كان إحدى الأولويات اللي اتجهنا إلها حكم كلياتنا بنعرف الأزمة اللي مرت على سوريا، كلياتنا شفنا المدارس اللي تهدمت، المشافي، المراكز الصحية، أي شيء، فحبينا احنا نساهم بإنجاز إنه جزء بسيط لحتى نقدر نساعد المؤسسات الحكومية. تمام. طيب بالنسبة للكوادر، يعني مثل ما حكى منير إعادة الإعمار بدها جهد كبير، اللي تعرضنا له يمكن ما نو شيء سهل أبدا. شو الاختصاصات اللي موجودة عندكم؟ شو الكوادر؟ هل أنتوا بما أنه حديثة الإنشاء مثل ما ذكرت عمر، هل هي بعدها بحاجة لمتطوعين أكثر؟ هلا طبعا هي بدايه كون مؤسسه حديث الانشاء اجباري بدنا متطوعين واختصاصيين وعالم لها باع بهالمجال هذا. فاحنا قسمنا المؤسسه حسب نموذج الوزاره لاربع اقسام. اول شيء مجلس الامناء بضم رئيس مجلس الامناء والنائب امين السر، امين صندوق عضو مجلس الامناء. الاداره التنفيذيه بتضم قسم هندسي، قسم علاقات عامه، قسم موارد بشريه، أقسام كمية. بس إحنا اختصينا أكثر بالشيء الهندسي والطبي، كون رحنا أحد مبادئنا إنه الرعاية الصحية وإعادة الأعمار. القسم الثالث هو عنا هيئة الاستشاريين. هيئة الاستشاريين هي اخترناها غالبيتها من الهندسيين كرمال نقوم المرحلة الجاي. نحن هلا عم نأسس المرحلة الجاي حاليا، مؤسستنا بداية لساها على هيك يعني بتقول بداية انطلاقة، ما فينا نقول إنه هي بلشت. إحنا بلشنا هلا بشيء صغير بس من مبدأ إنه هلا عم صغنا مشروع لإعادة هيكلية مدرسة بالغوطة، وهلا عم ناخذ عليها الموافقات لحتى نقوم بإعادة إعمارها وهيكلتها كرمال ترجع تخدم منطقة الغوطة. تماما. استاذ عمر، نحن بنعرف بانه ارياف المدن طبعا والمحافظات السورية هي اكثر شيء عاني طبعا بسبب موضوع الارهاب والحرب اللي اصابت سوريا طبعا من 13 سنة. حضرتك نوهت ببداية حديثك ايضا بانه انتم موجودين باغلب او كل المحافظات السورية. اليوم هل الكادر يعني قادرين على تغطية المحافظات السورية؟ نحن عندنا ريف دمشق
لوحده طبعا هو ملف كبير جدا، فما بالك عن المحافظات ريف حمص، حما، لاذقيه، كل هاي المحافظات السوريه. صحيح. هلا بالبدايه بس بدي نوه على شغله بموضوع اعاده الاعمار، لان احنا مثل ما بنعرف انه مفهوم اعاده الاعمار هو مفهوم شامل وكمان بنفس الوقت متكامل، وهو بنفس الوقت عمليه انتقال في لحاله ما بعد الحرب إلى حالة الاستقرار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي يلي عم نعيشه اليوم هلأ بالبلد. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار، ونحن إذا لاحظنا نحن تاريخ الإشهار تبعنا 14/11/2023، يعني هي المرحلة تماماً يلي هي المرحلة اللي خلصنا منها من الحرب فعلياً وفتنا بمرحلة التعافي. وبالنسبة للكادر هلأ نحن انطلقنا من دمشق، انطلقنا بكادرنا يلي هو أول شيء بمجلس الأمناء يلي هن 5 أشخاص متمثل بالأستاذة هدى ضيان رئيسة مجلس الأمناء، ومن ثم الإدارة التنفيذية المؤلفة من 10 أشخاص، ومن ثم القسم الثالث الاستشاريين، ومن ثم المتطوعون. هلأ الأعداد يلي عنا أو المجموع العام يتجاوز 100 شخص بين مجلس الأمناء واستشاريين وإدارة تنفيذية ومتطوعين. طبعاً نحن اليوم إذا بدنا نجي نحكي على ملف إعادة الأعمار والكادر وتناسب الكادر مع المناطق المتضررة، طبعاً نحن بحاجة اليوم لجهود وتضافر جهود محلية من كافة أطياف المجتمع وشرائح المجتمع. نحن اليوم فاتحين باب التطوع، أي حدا بيساهم ولو بجملة ولو بفكرة نحن جاهزين. والكادر تبعنا إن شاء الله، نحن هلأ بلشنا بريف دمشق ببعض المناطق المتضررة لدعم المنظومات الطبية والتعليمية، ولكن إن شاء الله هلأ يعني نحن صرنا 7 شهور مبدئيا عملنا يعني دراسات هندسية بالتعاون مع شركة جاد للدراسات الهندسية والتطوير العقاري وبعض الشركات الأخرى بهذا الموضوع. تمام. طيب خلينا نحكي أكثر عن المشاريع أو الفعاليات اللي عم تكونوا فيها. يمكن شفناكم من فترة باليوم العالمي للمتاحف. صحيح. بالمتحف الوطني هون بدمشق. خبرونا أكثر عن النشاطات اللي قمتوا فيها. يمكن نحن شفنا تقرير صغير ولكن خلينا نتوسع أكثر. تمام. هلأ نحن شاركنا بفعالية اليوم العالمي للمتاحف على مدار يومين. انطلقنا باليوم الأول إلى حملة نظافة طبعا نحن بس قبل ما بلش بهي الفكره حابب نوه كمان على شغله ثانيه. جميع المؤسسات والجمعيات باليوم العالمي للمتاحف كانت موجوده. صحيح. وكان في تعاون على مستوى عالي، يعني نحن ما توقعنا هذا التعاون يلي صار من جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه، المؤسسات الاهليه والمحليه ايضا. فنحن بلشنا باليوم الأول بحملة نظافة، اليوم الثاني للفعالية كانت فيها المشرفة على الفعالية هي جمعية أصدقاء المتاحف، بلشنا اليوم التالي بجولة على الحديقة البيئية، ومن ثم جولة على المتحف الوطني، ومن ثم ندوة حوارية، وساهمنا كمان إضافة إلى حملة النظافة اللي ذكرتها مسبقا. تمام. طيب نحن دائما لما بنحكي عن موضوع الجمعيات يعني هو موضوع حساس، ما هو موضوع بسيط، خاصة إذا بدنا نشرح موضوع جمعية للناس بشكل عام. دائما في إنه جمعية معناها وينش بدأ يكون في شفافية دائما بالجمعية. اليوم حضرتكم موجودين وماسكين هذا الملف، اليوم كيف الجمعية مين بيساعد الجمعية بمواردها، مين بيساعد الجمعية، خاصة عم تحكيني عن تأهيل شيء طبي، في أجهزة طبية، في تأهيل، ولو إنه الناس للأسف أحيانا بتفكر إنه إعادة الأعمار فنحن لازم نعمر المدن مباشرة فورا ونطلع. لا، إعادة الأعمار هو تدريجي، ممكن أنا أرجع شكل من أشكال الحياة لهي المنطقة وتدريجيا بتتحسن لحالها. تشرح لنا عن هاي النقاط، مثلا تمويل الجمعية. بداية كمؤسسة إحنا غير ربحية، فنحن لحد هاللحظة هاي تمويلنا كله ذاتي، يعني إحنا الأشخاص مثلا مجلس الأمناء الإداري أي شخص بيقدر يساهم معنا كرمال احنا نقدر نعمل شيء. بلشنا من كفر بطنا، فتحنا مركز مجتمعي صحي بالتشارك طبعا مع الجهات الداعمه، كان في الحليف الروسي، كان في الحليف الايراني، يعني كل هالاشخاص هي وقفوا معنا وقدموا لنا مساعدات ماديه ولوجستيه يعني عينيه. تمام. وهلا حاليا اشتركنا مع جمعيات ثانيه، يعني كان في عندنا نقص بالمركز كفر بطنا، فاشتركنا مع مبادره اهل الشام، اشتركنا مع جمعيه حفظ النعمه، كرمال الشغلات اللي ناقصيننا. يعني بتعرف انت احنا بدايه جديد،
فهنا مفكرين العالم انه احنا مؤسسه ومصاري وعم جينا دعم، لا، كل تمويلنا لحد اللحظه هي كله زائد. انا بحييك لانه بعض الجمعيات ما بتتواصل مع بعضها، كل واحد بيشتغل بشكل مستقل لنفسه. كلياتنا بالنهايه كلياتنا نحن عندنا هدف واحد، هو هو كلياتنا ننهض بهالبلد، ما حدا فينا يعني اي جمعيه لها اهدافها، بس اذا مو كلياتنا ضافرنا جهود مع بعضنا ما حنقدر نقدم شيء. طيب في من ضمن الفعاليات اللي بتقوموا فيها فعاليات للاطفال اللي هن بالنهايه يعني مسؤوليتنا. هلا ما بدنا نكبر حالنا كثير كمان بس بالنهايه مسؤوليتنا. خبروني اكثر عن فعاليات الاطفال اللي قمتوا فيها. هلا نحن بالوقت الحالي ممكن اقول لك اهداف مؤسستنا نحن اليافعين الشباب الفئات الاشد ضعفا او الاشد هشاشه. مين هن الفئات؟ هن الاطفال. بالنهايه الاطفال هن قدام، هن بيعطوا المستقبل، هن رح يطلعوا بهالبلد اللي هي فيها. فنحن بلشنا بدايه من يوم يوم الاعاقه العالمي، عملنا فعاليه بجمعيه الرازي، بعدين انطلقنا للمدارس بحث ادسيا، عملنا فعاليه تثقيفيه صحيه للطلاب المدارس، وزعنا لهم عينات مع قيمات صوابين، وللكادر المشرف المدرسين عملنا لهم سلة غذائيه. العيد عملنا لهم مع فريق 100 كاتب وكاتب، عملنا لهم بالمعظميه حمله هيك جو عيد. وهلا حاليا هلا يعني كان ببالنا، كان في مشروع ببالنا بعيد الاضحى بجمعيه امهات الخير، طبعا هي قامت لحالها مشكوره جمعيه امهات الخير، قاموا بمبادره للاطفال، فنحن كنا على اساس انه نتشارك معهم، ظروف معينه خلتهم انه يكونوا لحالهم. سيد عمر، اليوم قد ايه مهم موضوع شريحه الاطفال، خاصه اذا عم نحكي عن اطفال كانوا موجودين بمناطق حرب اليوم، دائما المجتمع بيحكي انه كيف ممكن نرجع ندمجهم لهدول الاطفال، هدول الاطفال في حال تم التخلي عنهم فنحن ممكن نشكل قنبله موقوته غدا يعني للمجتمع السوري. حرموا من التعليم، من فرحه العيد، من كثير من هاي الامور. مستهدفينهم بشكل مباشر كانه انتم هذا الموضوع. لا، نحن في حقيقه الامر نحن من احد اهدافنا هو الهدف الأساسي عنا إعادة الأعمار، يليه تأمين الحماية المجتمعية لكافة أفراد المجتمع. نحن ما نستثني حدا من الصغير إلى كبار السن، مروراً باليافعين والشباب، لكن الأطفال اليوم هن بنات المجتمع، ونحن مقبلين على مرحلة جديدة من الانفتاح الثقافي، الانفتاح الاجتماعي. الأطفال بحاجة جداً لغرس القيم الثقافية، لغرس القيم الوطنية لديهم. وغير هيك إضافة إلى ذلك، نحن وقت نجي ندعم الطفل ونهيئ له بيئة جاهزة لتمكين الطفل لاستخراج أو لاكتشاف القدرات يلي عنده، لاكتشاف المواهب يلي عنده، مثل ما بنعرف اليوم الأطفال يلي بكافة المحافظات السورية وخاصة عنا هون يعني بسوريا، الأطفال اليوم عنا يتمتعوا بدرجة عالية من الثقافة، بدرجة عالية من العلم. نحن لازم نجي نوجههم على الطريق الصحيح، لازم أي حدا أي طفل عنده موهبة ننميها. نحن لذلك شاركنا بالبداية، نحن بنركز أيضا كمان على أطفال ذوي الإعاقة. أي طفل عنده موهبة، أي طفل لديه مشروع يعني ثقافي صغير، يعني على مستوى رسم، على مستوى موسيقى، على مستوى يعني نحن عندنا نادي صيفي يعني بالمناسبة، يعني نادي صيفي. شو الأنشطة اللي عم تعملوها بهذا النادي؟ تمام، الأنشطة هي رسم، هي موسيقى، غناء، تعلم الخط العربي. حلو، يعني كافة السباحة يعني عندنا كافة الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالأطفال، ترفيهية وثقافية بنفس تمام الوقت. تمام. فتحنا طيب كورس بالنادي الصيفي، مهندس صغير طبعا تحت اشراف اختصاصيين، طباخ صغير. نحن عم نخلي الطفل هيك شوي انه هيك شو في عندك قدرات، شو عندك قدره، شرف طلع لنا اياهم. حلو، طيب خبرونا عن المشاريع القادمه، في شيء ضمن المخططات او يعني حابين نحكي يعني خلوه سر؟ لا لا، نحن ما عندنا سر. نحن مثل ما تفضل الاستاذ وحكى، نحن بنمشي بمبدا شفافيه. حلو، لانه الاساس بموضوع الجمعيات والمؤسسات طبعا، اذا ما في شفافيه معناتها ما في مصداقيه، معناتها ما في. فنحن بنمشي بمبدا المصداقيه والشفافيه. نحن بالنسبه للجانب الهندسي هلا عندنا دراسه هندسيه لبعض المشاريع يلي رح نقوم فيها بريف دمشق، وخاصه بالمناطق الاكثر ضررا يعني مثل الغوطة. بالنسبه لموضوع الدعم للمنظومات التعليميه والطبيه،
وإضافة إلى ذلك عنا نحن مركز مجتمعي طبي بكفر بطنة مثل ما تفضل الأستاذ مجد وحكى عنه. هذا المركز هلأ يعني بعد أيام قليلة بده يكون جاهز على أعلى المستويات من الاستشارات الطبية إلى العلاج الطبي تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة تمام. الصحة. طيب عم نشوف هاد كلياته تقريبا بدمشق وريف دمشق، بباقي المحافظات كان في بعض المشاريع أو لا كان في صعوبة لأنه بعيدة عن مركز الإدارة؟ تواصلنا الفترة الماضية بمنطقة مناطق حلب وكان في مقر لأنه حناخذ مكان نفتتحه كمان مركز مجتمعي صحي، بس لسه الدراسة قيد يعني لسه ما أخذنا الأوكي فيها. هلا مبدئيا أخذنا مركز مجتمعي صحي بكفر بطنة، طلعنا هلا بناخذ بسيدة زينب، بالزبداني، مناطق الريف بداية. المستقبل أكيد رح نطلع على حلب، نطلع على حمص، أي منطقة بحاجة لمؤسستنا. نحن مؤسستنا أستاذ هي قائمة على الشباب، يعني شايفين مثلا أنتم الأستاذ عمر هو مجلس أمناء، أنا مدير تنفيذي، يعني إحنا بدنا همة الشباب بالنهاية، كلنا ضلينا بالبلد كرمال نسعى، كرمال نعمر، كرمال أي شخص فينا عنده شيء طاقة يقدمها. يعني حتى كمان بالنسبة لنا إحنا كأشخاص بالمؤسسة في عندنا مثلا عم نعمل دورات تدريبية، فالدورات هي من ضمن حتى بتلاقي مثلا المدير ولا أي صفة له تأهيل الكادر المؤسسي بشكل عام. إحنا كوادرنا بنعملها دورات، بس إحنا كمان ككوادر بالأصل إحنا عاملين دورات، يعني كل شخص عنده باع طويل بمجال، يعني لأن مثلا أنا كشخص خبرة بالهلال الأحمر 12 سنة 13 سنة بالهلال الأحمر فأنا مرة على راسي مثلا كنا عم نحكي على الأطفال فذكرت نقطة، كنا مرة بمركز بحرجلة كمان هيك في طفل كنا عم نعمل له جلسات تثقيفية وكذا ودعم وهيك، فجأت في مرة من المرات ماشي أنا بباب توما إجا هيك سرق مني شيء، فأنا ذكرت تذكرت إنه هذا الشخص إنه أنت كنت هو يمكن طبيعة اللي صار الأزمة اللي صارت تماما، فالقيم إحنا لازم نركز عليها، فلهيك إحنا انطلقنا من الطفل. يعني هي القصة دائما بقولها، وبالعكس قعدت ووعيته للطفل ناقشته، وبالعكس هلا شخص آخر، يعني آخر يعني شخص آخر هلا منتج. يعني أخيرا وهيك بثواني سؤال، إنه أكيد كجمعية ففي كثير من الصعوبات والمعوقات اللي واجهتوها أكيد، ولهلا أكيد في صعوبات، خاصة الملف اللي عم نحكي عنه هو ملف ضخم جدا. اليوم في تعاون حكومي مثلا، في تعاون إنه نسهلكم هاي الأمور، اليوم هذا التمويل مثلا للأشخاص المتبرعين، نحن بنعرف بأنه السوريين أصبحوا في كل الكرة الأرضية اليوم، أكيد بيتمنوا يدعموا مدينتهم وقراهم أكيد لحتى ترجع تتأهل، بتحكوا لنا عن هاي النقطة تحديدا؟ تمام. هلا بالبداية نحن ما عم نواجه أي عائق بالموضوع، بموضوع التعاون لا مع الجمعيات ولا مع المؤسسات. نحن أي فعالية بدنا نقوم فيها، أي مشروع بدنا نقوم فيه عم نلاقي جهود عالية وسرعة باتخاذ الإجراءات الروتينية اللي كانت مثلاً إذا واحد يقدم طلب يأخذ يعني مدة معينة. نحن بوزارة الشؤون، أو خليني أكون دقيق، بمديرية الشؤون منسجل الطلب بنفس اليوم ومنحوله على الجهة الثانية. عم نلاقي صراحة على المستوى الحكومي تعاون كبير بمديرية الشؤون في دمشق، مديرية شؤون بالريف، الوزارة، وزارة الصحة، كافة الوزارات، حتى المحافظة، يعني سواء دمشق أو ريف دمشق، يعني إحنا عم نلاقي من مؤسسة عمر عم نلاقي تعاون رهيب. يعني بتلاقي الفترة هي جد هي فترة انفراج، يعني التسهيلات هالشيء عم يقدمونا إياه، إنه أنتم بس عندكم أفكار، أنتم شباب عندكم أفكار، قدموا طلبات واشتغلوا. حلو، أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق لجهودكم ولمشاريعكم القادمة ولكل الكادر والمتطوعين ولحضراتكم. عمر داهر عضو مجلس أمناء مؤسسة المحبة السورية، وأيضا مجد طرابلسي المدير التنفيذي للمؤسسة، شرفتونا، شكرا كثير لوجودكم معنا. شكرا لكم ودعمكم، يعني حتى كمان قناة العالم أو قناتكم إنه دائما تلاقيها بكل الأماكن هي مغطي إعلامي، فكل شكر لحضرتكم. أهلا وسهلا فيكم.